مرحبا، السلام عليكم. يا مرحبا، أول حاجة بعد الدوري هذا الرمضاني كنديرو كل سنة، إلا السنة اللي فاتت على ود الوباء. هذه تقريبا هي السنة الثامنة تقريبا اللي كندير فيها الدوري. الحمد لله ديما الدوري كيمشي بخير، الحمد لله الأمور ديالنا كيكونوا شباب تيبانوا المدارب ديالنا تيلعبوا الكرة. حنا هذا هو الهدف ديالنا، هو التحقيق وبحث عن مواهب جديدة لدعم الفريق الأول. وهذا هو الدور ديال المكتب المثير، وانا الجمعية الرياضية، وانا رئيس مجلس الجماعي ديال عين عودة. اللي صراحة كنشكروه اللي قام بواحد الواجب اللي صراحة هو هاد البنية التحتية ديال المدينة، ديال الملاعب الأخر اللي عطات الأكل ديالها وغتعطي الأكل ديالها إن شاء الله مستقبلا. تنشكروا السلطات المحلية والسلطات على رئاسة سعيد الباشا، وكنشكروا كذلك سلطة الدرك الملكي والقائد الجزائرية ديال الدرك الملكي، وشكرا للجميع. كنتمنى هاد الفينال هذا يدوز بواحد الروح رياضية كيما والفين كل سنة. الدوري هذا كما ذكرت سابقا ان الدوري كتكون جمعيه شباب مستقبل كل سنه، هذا كيتماشى مع القانون الاساسي ديال الجمعيه، هو بحث عن المواهب والتحقير وكذلك النهوض ما هو رياضي في المنطقه. وكذلك واحد القضيه، واحد النقطه اللي نسيتها، هو كنشكر هذا الجمهور هذا اللي صراحه بلا جمهور راه ما كاينه لا رياضه لا والو. الجمهور هو الدعم الاول ديال الرياضه، وشكرا. التحكيم في الاحياء ماشي هو تحكيم في النخبه ولا في العصبه، تحكيم في الاحياء كيطبعوا واحد التشاحنات بين اللاعبين، ولكن الحمد لله الا بودا كيحاول يحاول اي كره كفرات تنصفر عليها من غير شي كواري اللي غادي تبان حطها عليها. انا غنقول كره راه كره يا سلام على فرق الشباب. هنا 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 كريم تحرك، وش حرك الكريم؟ فرق رجال تدخلات ربما العاية بدأ يدفعنا على كلا الفريقين. فرق ريدا، فرق السادات، انا لاحظ كتافة الجبار الحضار الكريم يتكاثر الوداء. محسن كريم اينك يا كريم، سرعتك يا كريم. لبسه جميله اريده، محاوله، يا سلام، استفاقه الفريق الاحمر. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي.
مرحبا بك.